السلام عليكم. بهذا الفيديو راح أشرح سؤال 10-5، وهو أحد أسئلة شابتر 10 في كتاب كاليستر عن الفيز ترانسفورميشنز. هنا حقيقة هذا السؤال يتضمن فرعين. أي هنا فرع أي يطلب من عندنا أنه إحنا نفرض assume that the solidification of iron. فهنا المعلومات موجودة في problem 10-4. هنا إذن إحنا نرجع إلى السؤال القبله ونقدر نأخذ المعلومات اللي موجودة في هذا السؤال ونستخدمها كمعطيات في السؤال 10-5. مثلا ممكن نأخذ عندنا هنا نلاحظ أنه أيضا للأيرون وعندنا latent heat of fusion وهي الطاقة المنبعثة أثناء عملية التحول الطوري، وأيضا عندنا السيرفس فري انرجي، اثنيناتهم معلومة فنقدر نستخدم هذه المعلومات، إضافة طبعا إلى السوبر كولينج للأيرون موجودة بتيبل 10-1، وهي السوبر كولينج فاليوز فور هوموجينيوس انيوكليشن لعدة معادن من ضمنها الأيرون. نجي هسه هنا لهذا السؤال وطريقة الحل مالته. أول شيء أيضا من المعطيات اللي مطينيها في هذا السؤال إنه يقول لنا أنا النيوكليشن اللي عندي هو هوموجينيوس، وعندي النمبر أوف ستيبل نيوكلاي هو 10 to 6، 10 أس 6. هنا يطلب من عندي حساب الكريتيكال راديوس إذا أنا ذكر الار ستار، وأيضا يطلب من عندي the number of stable nuclei that exist for the following degrees of supercooling. إذا أنا عندي يعني دلتا تي عندي 2، عندي واحدة 200 وعندي دلتا تي أخرى 300، يعني عندنا 2 supercooling، عندنا 200 و300 كلفن. فنجي هسه إلى طريقة حل السؤال وشون نقدر نحل هيك السؤال وفق المعطيات اللي عندنا. اولا وفق المعطيات اللي عندنا اللي هي latent heat of fusion، عندي الجاما اللي هي surface free energy، عندي ال FETM اللي هي melting point of iron، طبعا نعرفها هي 1538 هي تعطى في السؤال، وايضا احنا لازم اعتقد الايرون احنا لازم نحفظها لان هو اكثر معدن مستخدم على سطح الأرض، وإحنا أكثر شيء راح نأخذ الفيز ترانسفورميشن للستيل عندما يتواجد الكربون إضافة إلى الأيرون. فبالتالي المهم هي 1538 راح نضيف لها مثل ما قاعد يشوفون 273 حتى نحولها إلى كلفن. تعاملنا مع الكلفن هنا بهذا السؤال. هنا أيضا الأنستار مثل ما قلنا هي 10 to 6، وهو الـ number of stable nuclei معطى في السؤال للأيرون. المطلوب هنا طبعا إيجاد مثل ما قلنا الـ R star لكل من الـ 200 والـ 300 دلتا T. أول شيء يخطر على بالنا هو قلنا يا قانون نستخدمه وملائم لهذه الحالة بحيث أن المعطيات أقدر أستخدمها به وأقدر من خلالها أوجد اللي طالبة مني بالسؤال. رأسا بما أنه وفق المعطيات بها latent heat of fusion، بها melting point، وأيضا عندي delta T معين وعندي surface energy، رأسا أنا يروح لازم بالي إلى هذا قانون الـ R D الـ R star واللي بكل هاي المعطيات. حقيقة أنا هنا عفوا أجي مجرد يعني تطبيق مباشر عفوا أخلي عندي هنا الجاما والتي ام، وايضا استخدم اهم شيء عندي ال 200 اللي هي مثل لي الدلتا تي حتى اطلع الار ستار لل 200، بعدين نفس القانون استخدمه اوجدها لل 300. الملاحظه هنا احنا لازم نعرف او يجي على بالنا قبل ما نحل السؤال نفكر انه السر او السر عندنا فكره هل حلنا صحيح او خطا، لان الرقم اللي يطلع هنا الار ستار لازم هنا اذا نتذكر هل يعتبر لازم يتناسب تناسب طردي ام عكسي مع الدلتا تي.
ونتذكر شنو كانت الباراميترز أو خلينا نقول الأشياء المعيقة لعملية التحول الطوري. كان عندنا شغلتين إذا نتذكر، الار ستار والدلتا جي ستار. الار ستار هي كريتيكال راديوس، والدلتا جي ستار اللي هي الاكتيفيشن انرجي. اكيد احنا نتذكر الرسم اللي كان بهالشكل هذا. كان عندنا رسم بهالشكل هذا يمثل لي، عفوا اذا نتذكر هنا كان عندي هنا من تبدي عملية النيوكليشن إذا نذكر، وصل هنا مقزم وبعدين أنزل للجروث. كان هنا طبعا هاي هنا تمثل الدلتا جي تي، أوكي، وهنا كان يمثل لي الآر. نتذكر هنا هاي كانت تمثل لي، إذا هنا بالنسبة للآر تمثل لي الآر ستار، صح؟ وهنا بالنسبة إلى الدلتا جي تي كانت تمثل لي الدلتا جي ستار. هاي كانت القيم المكزيموم اللي تستمر بها عمليه النيوكليشن. اذا عبرتها معناتها تستمر عمليه النيوكليشن، تبدي عمليه الجروث بعد النيوكليشن، يعني تستمر عمليه الترانسفورميشن. اوكي، شنو معناتها؟ معناتها ثاني شان البارامترات الثنين يعيقن عمليه التحول الطوري. يعني شنو؟ يعني اذا تتذكرون كل ما كانت عندنا عمليه التحول الطوري اذا ريد تكون أسرع وأسهل للحصول، المفروض تكون عندي الدلتا جي ستار اللي هي الاكتيفيشن انرجي والكريتيكال راديوس قليل، وكان إذا نتذكر تتناسب تناسب عكسي مع الدلتا تي. يعني كل ما أني أعطي سوبر كولينج أعلى، كل ما أني يعني مثلا أني عندي الليتكتويد على سبيل المثال يصير في درجة حرارة 727 للستيل، إذا أنا قدرت أبرد أقل من 727 مثلا 650 أفضل. إذا 600 بعد أسرع وأفضل يصير عندي التحول الطوري أسرع وأسهل. بالتالي أنا دلتا تي 200 أقل من 300، فلازم أتوقع أنه شنو؟ أتوقع أنه مثل ما قاعد نلاحظ أنه الآر ستار هنا الكريتيكال راديوس شبي كان أقل، عفوا كان أعلى هنا 2 نانو متر وهنا 1.33 نانو متر. إذا فعلا أنا بال 300 الكريتيكال راديوس أقل، بالتالي بال 300 أسهل عملية الفيز ترانسفورميشن مما بال 200. هنا طبعا إذا نجي نكمل السؤال، أيضا اللي يطلب مني هنا هو مثل ما قلنا إيجاد النمبر أوف ستيبل نيوكلاي للحالتين، مرة من تكون عندي دلتا تي 200 وأيضا مرة من تكون عندي دلتا تي 300. أجي هنا أول ما خلي قلنا نخلي القانون المناسب حتى أشوف شنو المعطيات اللي أقدر أغذيها بهذا القانون وأوجد اللي طلبه مني بالسؤال. بما انه هو يريد ستيبل نيوكلاي، انا رأيت اني روح بالي لازم لهذا القانون دي ماكو غيره اللي من خلاله اني اقدر اوجد الستيبل نيوكلاي. زين، اجل هذا القانون اشوف عندي هسه اني حاليا اللي معطى اللي يعني موجود واقدر اعوضه بالسؤال شنو. اجي على الكي 1 موجوده عندي، الكي 1 هي كونستانت ولها علاقه بالستيبل نيوكلاي. كي 1 ما عندي. زين، اجي على اكسبوننشال ماينس دلتا جي ستار او كيو، المهم هو يمثل لي الاكتيفيشن انرجي. موجوده عندي اكتيفيشن انرجي بهذا السؤال؟ لا ما موجوده. الكي الثانيه موجوده عندي، هاي ثابته هي البولزمان كونستانت، موجوده نحفظها او تعطى بالسؤال. التي هنا هي الاكتوال تمبرتشر. شو تمثل الاكتوال تمبرتشر؟ يعني انا تمثل لي درجه الانجماد بالنسبه للستيل، يعني الحقيقيه درجه الانصهار مضافه لها سوبر كولينج للايرون اخذ من الجدول. يعني شنو هنا ايش قد هنا انا عندي 1538
طبعا اني ازيدها من 273 وبعدين انقصها من 295 يطلع عندي هذا الرقم. فهنا تطلع عندي قيمة التي اللي راح استخدمها لإيجاد الان. طبعا هاي التي هنا راح تستخدم بالحقيقة في هذا القانون. اذا نروح هنا راح نستخدمها في هذا القانون. خلينا نجي هسه هنا نشوف. المهم راح اضع المعلومات اللي احتاجها بإيجاد الاكتيفيشن انرجي. اول شيء ليش اوجد الاكتيفيشن انرجي؟ قلنا احنا المسنج عندي اللي ما موجود حتى اطلع الستيبل نوكلاي الان للميتين هي قلنا الكي 1 وعندي الدلتا جي ستار الاكتيفيشن انرجي. زين الكي 1 ما لها يعني القانون مالتها اذا اريد اوجدها هو بالاعتماد على الان. يعني هذا القانون هسه هنا هو للكي 1. بس شنو هنا الكي 1؟ ان انا راح تواجهني مشكلة انه الدلتا جي اصلا انا ما موجودة عندي. فراح اضطر شنو اوجد؟ اوجد الدلتا جي الاكتيفيشن انرجي دلتا جي ستار. الاكتيفيشن انرجي هنا شنو القانون مالتها؟ القانون مالته هو اذا نتذكره 16 باي جاما تكعيب الميلتنج بوينت اوف ايرون تربيع على 3 الليتنت هيت اوف فيوجن تربيع في 1 على الدلتا تي تربيع. اوكي زين هنا انا يعني كل شيء معلوم عندي. طبعا هاي هنا الاكتيفيشن انرجي للايرون. يعني شنو للايرون؟ يعني هنا انا ما قاعد اوجدها يعني دلتا تي هنا اللي راح استخدمها هي مو ال 200 وال 300 اللي احنا نريد نطلع الستيبل نيوكلاي لها، لا، وانما هاي هسه نطلعها خالصه للستيل. معناته شنو؟ معناته يعني هي نقول عليها الديفولت او الاصليه مال الستيل اللي هي شقد، عفوا للايرون وليس الستيل، سوري. الايرون شقد؟ نرجع للجدول اللي هي قلنا عليها 295 هي نفس سلسياس او كلفن. فنستخدم هسه هذا القانون للاكتيفيشن انرجي. راح تطلع عندي الاكتيفيشن انرجي هاي القيمه مالتها من خلال هاي الدلتا جي ستار. راح اقدر اوجد الكي 1 واللي راح يكون هو عندي ثابت للايرون سواء كان للميتين او للثلاثمية بالمعادلة من احسب النيوكلاي الستيبل النيوكلاي بهذا القانون. بهذا القانون راح اعوض الكي 1 بالقيمة اللي راح اوجدها هسه. اجي اعوض الان ستار عندي هي 10^6 اكسبوننشيال. عندي الدلتا جي ستار هي اللي طلعتها قبل شوية 1.57 × 10^18 وعندي هنا الكي اللي هي قلنا عليها البولزمان كونستانت 1.38 × 10^23 وأيضا عندي هنا استخدمت التي اللي قلنا عليها هنا هي 1516 كلفن. فطلعت عندي قيمة الكي 1 هي هاي. الكي 1 هي عبارة عن نيوكلاي بير متر كيوب. اوكي هسه هنا ورا ما طلعت الكي 1 عندي هنا أنا اطلع الستيبل نيوكلاي المن للميتين واطلع الستيبل نيوكلاي لل 300. فاذا اجي اني اريد اطلع الستيبل نيوكلاي للميتين اجي اخلي المعادلة اللي هي تمثل اللي قلنا عليها تمثل الستيبل النيوكلاي راح اشوف انه بهاي المعادله موجود عندي شنو الشغلات اللي تتاثر بدرجه الحراره السوبر كولينج الدلتا تي. عندي هنا الكي 1 هو ثابت ما يتاثر. عندي هنا الاكتيفيشن انرجي تتاثر لو لا؟ الاكتيفيشن انرجي ما دام من القانون مالتها موجود عندي استخدام الدلتا تي هذا هنا اذا
راح تتأثر، ولازم أني أوجد activation energy جديدة باستخدام 200 هي تعتبر دلتا تي. أوكي الفكرة هنا. الكي عندي هي ثابت، تبقى عندي التي. هنا عندي التي راح تمثل لي أيضا هنا درجة الحرارة، قلنا درجة حرارة الانجماد أو الانصهار نفسها للآيرون. وطبعا أني أيضا راح أنقصها أكثر باستخدام مرة 200 ومرة 300 لمثل السوبر كولينج. أجي هنا أوجد الاكتيفيشن انرجي لل 200، كلها عدي أني المعطيات 16 باي جاما كيوب، عدي تي أم كلها موجودة عدي. هنا نكون انتبه أنه دلتا تي تربيع، لازم أني أعوض الميتين، فراح تطلع عدي هذه قيمة الدلتا جي أو ستار جديدة أو الاكتيفيشن انرجي جديدة. أجي أعوضها بقانون الان الكي ون عندي معلوم، الدلتا جي طلعتها أنا، والكي والتي أيضا عندي معلومة. هاي هنا أنا عندي 1811 اللي هي الميلتينج بوينت بالكلفن، ونقصها عندي من 200 لأن عندي دلتا تي هنا سوبر كولينج حتى أوصل للتي الحقيقية اللي وصلت لها درجة حرارة الانجماد. فبالتالي طلع عندي الستيبل نيوكلاي بال 200 هو 9.49 في 10^-29. أطبق same procedure للدلتا تي عندما تكون قيمتها 300، راح يطلع أيضا أوجد الدلتا جي ستار لل 300، يعني نفس القانون هذا. هنا أنا عندي الدلتا جي، بس بدال عندي الدلتا تي كان عندي 200، هنا أنا يكون 300 أعوض، فيطلع عندي الاكتيفيشن انرجي هاي القيمة مالتها، أستخدمها بالمعادلة مال الستيبل نيوكلاي، وراح يطلع عندي الرقم هو 1.38 في 10^7. زين بالبي مال السؤال هنا، الفرع بي يسألني عن significance about magnitudes، يعني شنو تأثير القيم اللي طلعت عندي. شغلتي يعني هسه أنا عندي مثل ما قلنا، عفوا عندي الستيبل نيوكلاي وعدي الار ستار. الار ستار او الكريتيكال راديوس، احنا مثل ما قبل شوية رسمنا الرسم وقلنا هنا كانت عدي الدلتا جي توتال فري انرجي فور ترانسفورميشن، وهنا ايضا من كان عدي تصعد هاي القيمة مالتها وتنزل، بعدين هنا قلنا الار منا لهنا قلنا هذا يمثل الار ستار الكريتيكال ار، وايضا منا لهنا كان يمثل عندي شنو، كان يمثل عندي دلتا دي ستار سميناها اكتيفيشن انرجي. اذا قلنا اني حتى تتم عمليه الفيز ترانسفورميشن قلنا للنيوكليشن لازم ستيبل نيوكلاي تتخطى هاي، تمام، يعني تكون النيوكلاي اوكي من تتجمع تكون تعبر الكريتيكال ار اوكي حتى تكتمل عمليه الجروث ومن ثم الفيز ترانسفورميشن، وايضا تكون تتغلب على الدلتا جي ستار الاكتيفيشن انرجي اللي راح تعيق عمليه التحول. اوكي فهنا اللي راح او اللي شفناه واستنتجناه، اولا بال 300 من يكون عندي دلتا تي 300، بالمناسبة هي الدلتا تي من تكون عندي عالية معناتها الفيز ترانسفورميشن راح تكون عندي عالي، يعني أنا الدلتا جي راح تكون عندي عالية، من تكون عندي ناسي الدلتا جي ستار الاكتيفيشن انرجي قليلة وبعد الكريتيكال راديوس قليل. خلينا نشوف هذا صار عندي أو لا. طبعا أنا من عندي دلتا جي ستار قليلة الكريتيكال راديوس قليل، ومن عندي الفيز ترانسفورميشن سريع، أكيد عندي الستيبل نيوكلاي يعني اللي تكون عندي هي واصلة إلى مرحلة تكون ستيبل، وحتى سرعة عملية التحول أيضا لازم تكون شنو هنا أنا عالية في سبيل أنه أنا أمشي بعملية التحول بصورة سلسة. فإذا هنا أنا راح ألاحظ أول شيء كل ما أنا كان عندي دلتا تي عالي
هذا يكون افضل يعني التحول، فراح نلاحظ انه الار الكريتيكال ار بال 300 هو اقل من ال 200، وهذا شيء صحيح. هذا هنا كان طلع عندي 1.33 نانومتر، هنا أنا عندي 2 نانومتر. زين، وبالنسبة للستيبل نيوكلاي قلنا من يكون عندي دلتا تي عالي، فإذا أنا يكون عندي ستيبل نيوكلاي معناته أيضا الرقم مالته عالي، وهذا الشيء صحيح، لأن راح يشوف أنه بالدلتا تي العالي ستيبل نيوكلاي كانت عندي أعلى بهواية، وهذا معناتها أنا عندي more much more stable nuclei، بالتالي much easier for phase transformation.